السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي للطبخ والجمال والترفيه. اليوم فيديو جديد غنقدم لكم فيه مروزيه، طريقه ديالي في تحضير المروزيه. غنحتاجوا هنا عندنا كيلو ونص ديال اللحم ديال العنقرة او السلسول، عندي انا هنا ديال السلسول، كيلو ونص ديال الغنمي. غادي نحتاجوا لينا معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه ديال المروزيه او راس الحانوت، معلقه ديال الخرقوم بلدي، معلقه ديال السكينجبير، ثلاثه ديال فصوص الثوم محكوكين، شويه ديال الملح، راس معلقه صغيره ديال السمن، نجم معالق كبار ديال العسل. عندي هنا نص كاس تقريبا ديال زيت بلديه مخلط مع زيت المائده، عندي كاس ديال الزبيب، ثلاثه البصلات صغار مشلضين. ندوزو للطريقه ديال التحضير. نضيف هاد السمن هو الاول، نضيف البزار، نضيف شويه ديال الماء، نزيد البصله هنايا، غنخلوه دابا يترقد واحد تقريبا واحد ساعتين، يترقد في هاد العطريه هذه. من بعد عاد نزيدو عليه الزيت ونديرو نشعلو عليه يطيب، ونرجعو نكملو بقية ديال التتمة ديال المراحل. من بعد ما ترقد اللحم ديالنا، دابا غنزيد عليه شوية ديال القرفة، نسيت ما ذكرتهاش في المقادير، شوية معلقة صغيرة، ونزيد الزيت، وغادي نرويو نديرو يطيب على عافية مهيلة. بعد ما طاب اللحم، بعد ما طاب اللحم ديالنا نقيسو هكا تقريبا كنلقاوه طاب، ونضيفو ليه الزبيب، الزبيب، نضيفو هاد العسل، دابا غنخليو هاد المروزية ديالنا تعسل مزيان، ونرجعو نشوفو الطريقة ديال التقديم ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، كتجي المروزيه ديالنا على هذا الشكل، هذا كتجي معلكه ولذيذه، جربوها راه غادا تعجبكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، كتجي المروزيه ديالنا على هذا الشكل، هذا كتجي معلكه ولذيذه، جربوها راه غادا تعجبكم.